إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، قد يكون الحق معنا، وقد هنا للتحقيق، كقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا يتألم أهل الحق لحقهم الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش. فيعبر أهل الحق عن ألمهم هذا بصورتين: إما أن نعبر عن ألمنا هذا بصورة سلبية ساكنة مكبوتة، فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم. وإما أن نعبر عن ألمنا هذا تعبيرا صاخبا متشنجا منفعلا دمويا، قد انفلت من القواعد الشرعية القرآنية والنبوية، فتكثر الأخطاء حينئذ والتجاوزات، فنخسر الحق للمرة الثالثة وللمرة الألف، لأن أهل الأرض في الأرض سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فالأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تشهد لهذا الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. لكن كيف تشهد الحق وأنت تجهل الحق؟ كيف تشهد للحق وأنت لا تعرف هذا الحق، ولا تعرف الأدلة التي تنصر بها هذا الحق؟ وهنا يتحتم علينا قبل أن نتكلم وقبل أن نخطو على الطريق خطوة عملية واحدة، يتحتم علينا أن نتعلم. نعم، إن هذه المجالس واجبة، واجب على كل مسلم ومسلمة أن يجعل لنفسه مجلسا من مجالس العلم، ليتعلم من العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي. فلا يمكن على الإطلاق أن تشهد للحق وأنت تجهل الحق، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وليس الخبر كالمعاينة. لا بد أن نتعلم وأن نراجع العلماء، لا سيما ونحن نعيش الآن زمان الفتن، زمان الفتن. وقد ينطلق كثير من أحبابنا وإخواننا يريد أن يشهد لهذا الحق من منطلق الغيرة على دينه ومن منطلق الحب، لكنه جاهل، لم يتعلم عن الله جل وعلا، ولم يتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولم يحسن أن يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، فيفسد من حيث يريد الإصلاح ويضر من حيث يريد النفع. ومن ثم يترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه المبارك في كتاب العلم بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. يجب قبل أن تتكلم وقبل أن تخطو على الطريق خطوة عملية واحدة أن تتعلم. واستشهد البخاري رحمه الله تعالى على هذه الترجمة الفقيهة البليغة بقول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين: الأمر الأول فاعلم أنه لا إله إلا الله، والأمر الثاني واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله جل وعلا العلم على العمل، فاعلم، ثم بعد ذلك قال سبحانه واستغفر، فقدم الله العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين: الأول العلم والثاني العمل. وقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فهيا أيها الأفاضل إلى هذا المجلس المبارك لنسعد سويا بشرح رسالة مختصرة. هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة الحجم العظيمة النفع لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا العالم الرباني الذي ربما يعرفه إخواننا في بلاد الحرمين، لكن شباب الأمة بصفة خاصة والأمة بصفة عامة في حاجة إلى أن تتعرف على قدر هذا الرجل. وقد شرفني الله سبحانه وتعالى بالجلوس تحت قدميه، فتعلمت منه التواضع والحلم والرفق والأدب قبل أن أتعلم منه العلم. فالشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان أنموذجا يحتذى في العلم والهمة العالية والتواضع. كنت أصلي الفجر في جامع الرجح بمنطقة الربوة في الرياض، ثم أنطلق بعد ذلك إلى مسجد الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الشيخ يجلس على كرسيه أيها الأحبة ليلتقي مع ثلاث حلقات من حلقات طلاب العلم. يختلف منهج كل حلقة عن الأخرى، يجلس في كل مجلس قرابة الساعة لا يتحرك ولا يفارق مجلسه ولا يحتاج إلى أن يذهب ليجدد الوضوء، مع أننا كنا في ريعان الشباب، ومع ذلك كان يحتاج أحدنا إلى أن يفارق المجلس ليجدد وضوءه مرة أو مرتين ليجدد نشاطه ليستطيع أن يستوعب ما يقوله الشيخ وأن يتابعه. يجلس الشيخ مع طلاب العلم الذين يجلسون في حلقة فتح الباري، فإذا ما أنهى هذه الحلقة يجلس في مجلس آخر لطلاب الفقه، ثم بعد ذلك كان يجلس مجلسا ثالثا كان يشرح النونية وأحيانا في العقيدة، يعني شرح الطحاوية والواسطية. ويقوم كل فريق والشيخ جالس في مكانه يسمع الطالب فيصحح له اللغة
ويشرح ويفسر ويعلق ويوضح ويؤصل، ومنهج الشيخ بفضل الله جل وعلا منهج أصيل، منهج لا يبتعد عن الدليل، لا يقول إلا قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو نظر أحدكم إلى الشيخ حين يدخل إلى المسجد أو إلى المجلس وهو لا يعرفه، والله لظن أن هذا الداخل إنما هو رجل مسكين جاء إلى الشيخ ليسأله حاجة من حوائج الدنيا أو ليعلمه أمرا من أمور الآخرة من شدة تواضعه. الشيخ رحمه الله ولد في عام 1330 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفظ القرآن الكريم في صغره، ثم ابتلاه الله تبارك وتعالى ففقد حبيبتيه، فقد بصره، وزاده هذا حرصا وهمة عالية على الطلب، ثم من الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك وصار رمزا من رموز هذه الأمة وإماما لأهل السنة في زمانه وفي عصره، ولي القضاء في منطقة الخرج لمدة 14 عاما، ثم بعد ذلك عمل في التدريس في معهد الرياض العلمي في كلية الشريعة، ثم بعد ذلك عين في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم عين بعد ذلك عضوا في هيئة كبار العلماء، وهو عالم فذ جليل، فهو رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس المجمع مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، ورئيس المجلس الأعلى العالمي للمساجد بمكة المكرمة، وهو عضو المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة، إلى غير ذلك من المناصب الكثيرة التي قد لا يحتاج الشيخ إلى أن نذكر يعني مثل هذه المراكز لنرفع بها من قدره أو من شأنه، فلقد رفع الله جل وعلا شأن الشيخ وقدر الشيخ، فالله سبحانه وتعالى زكى العلماء وهو الذي شهد لهم بالعدالة، قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالذي رفع قدر الشيخ ربنا تبارك وتعالى لأنه عالم رباني. أسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، ولا أريد أن أطيل النفس في الحديث عن الشيخ وحياته وحلمه وجوده وكرمه ومنهجه اليومي الذي كان لا يعرف الكلل ولا يعرف الملل، من بعد صلاة الفجر إلى 11 ليلا، لا يعرف الشيخ إلا البذل في الجانب العلمي، في الجانب المادي، في الجانب الدعوي، في الجانب الخلقي، في الجانب التربوي، كان صاحب همة عالية. وما أحوج طلاب العلم الآن إلى أن يتعرفوا على سير هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم، إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. كان الشيخ صاحب همة عالية مع أنه ضعيف البنية، قد جاوز 70 في هذا الوقت الذي شرفني الله بالجلوس تحت قدميه وبين يديه فيه، قد جاوز 70 من عمره، ومع ذلك ترى هذه الهمة وهذا النشاط وهذه الحيوية وهذه القوة وهذا الحب للعطاء لدين الله تبارك وتعالى. ولله ضر ابن القيم إذ يقول اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وما زال الكلام لابن القيم رحمه الله.
قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا. أيها الأفاضل، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. كان الشيخ صاحب همة وصاحب إرادة، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة. هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة الحج تحتوي على كثير من الدروس المهمة، على كثير من اللآلئ والجواهر، وسأتناول شرح هذه الرسالة بإذن الله تعالى في 30 حلقة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والسداد والقبول. الدروس المهمة لعامة الأمة، هذا هو عنوان مجلسنا هذا، والله أسأل أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والعمل. فتعالوا بنا أيها الأحبة قبل أن نشرع في شرح هذه الدروس المهمة، لنقدم بمقدمة مهمة أيضا في فضل العلم، في فضل العلم. فالله سبحانه وتعالى كما ذكرت قد كرم العلم والعلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كرم العلم والعلماء، فلم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. هل يستطيع أحد منكم أن يذكر الدليل على هذا؟ نعم، قال الله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكن رب زدني علما. أحسنت. ولقد شهد الله تبارك وتعالى لذاته بالوحدانية، فإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى في هذه الشهادة الجليلة الكريمة بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى شهد الله عز وجل لذاته بالوحدانية، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. الله، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. إذن الذي شهد بالعدالة لأهل العلم الربانيين الصادقين هو رب العالمين جل وعلا. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والآيات في هذا الباب كثيرة. إذن لا يستطيع العبد أن يفوز برضوان الله جل وعلا في الدنيا والآخرة إلا بالعلم، وما دام الناس على علم صحيح فهم في هدى، وما دام الناس على علم صحيح فهم في هدى وعلى خير. فإن نزع العلم وقبض بقبض العلماء الربانيين وراح الناس ليأخذوا علمهم من الجهلاء ومن غير العلماء وقعوا في الضلال والضنك والشقاء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نلتقي بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، ما الفخر إلا لأهل العلم
لا ينبغي أن يفخر إلا من أتاه الله عز وجل العلم. فالناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هذه الحياة الحقيقية، حياة العلم بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه. قال الحافظ ابن حجر: يفقهه في الدين، أي يعلم يفهم. وسأتحدث إن شاء الله تعالى الآن في قضية الفهم في العلم بإذن الله جل وعلا، لأنها من الأهمية والخطورة بمكان، قبل أن نشرع في شرح الدروس المهمة بإذن الله جل وعلا. وفي هذا الحديث الجميل الرقراق الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند حسن بشواهده، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وأحمد بسند جيد عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. انظروا إلى كرامة أهل العلم وطلبة العلم عند رسول الله. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت والقائل صفان: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أكرر، قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. انظروا إلى كرامة طلب العلم، وإلى مكانة طالب العلم عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد يوما وحوله
الناس إذ أقبل ثلاثة نفر، أما أحدهم فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا، أي استحيا أن يتخطى الرقاب والصفوف فجلس خلف الصفوف، وأما الآخر فاستحيا فجلس في مكانه، وأما الثالث فأعرض عن مجلس العلم وذهب. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال للصحابة: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله. من هو؟ الذي جلس في الفرجة. أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه. من هو؟ الذي جلس خلف الصف واستحيا أن يتجاوز الصفوف. وأما الثالث فأعرض الله عنه. من هو؟ الذي ذهب وانصرف لم يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. انظروا إلى فضل العلم. لكن ما هو العلم المعتبر شرعا؟ ما هو العلم المعتبر شرعا؟ وما هي الطرق التي نحصل بها العلم؟ العلم المعتبر شرعا هو العلم الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة. لكن ربما يسألني طالب علم منكم الآن ويقول: هل معنى ذلك أن العلوم الأخرى كعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلك وعلم الذرة وعلم الجيولوجيا لا يؤجر صاحبه إذا تعلم هذا العلم؟ والقاعدة الأصولية تقول: أيها الشباب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأمة الآن في حاجة إلى علم الطب، في حاجة إلى علم الهندسة، في حاجة إلى علم الذرة، في حاجة إلى علم الفلك، في حاجة إلى هذه العلوم. فينبغي أن تقدم الأمة من شبابها ومن أبنائها من يتخصص في هذه العلوم، وأن يصحح نيته في أن يفيد بهذه العلوم أمته، والأمة الآن في أمس الحاجة إليه. فأرجو الله عز وجل بهذه النية ألا يحرمه الله تبارك وتعالى الأجر، بل نحن لسنا أقل كفاءة من شباب الشرق والغرب الذي يبدع في كل ما يدين الحياة. فإن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام أن يشهد كل مسلم لدينه في موقعه الذي هو فيه، طالب العلم في مكانه، وطالب الهندسة في مكانه، وطالب الطب في مكانه، والطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والمرأة في بيتها. فكلنا شهد الإسلام بلسانه، لكننا نحتاج أن نشهد الآن الإسلام على أرض الواقع شهادة عملية بأخلاقنا وسلوكنا وعملنا وعطائنا. إذن القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما العلم الشرعي فهذا هو الذي مدح الله تبارك وتعالى أهله، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله. وواجب على كل مسلم أيا كان تخصصه أن يكون على علم بالفروض والأصول. قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. إذن هذه إضافة جديدة أخرى للعلم المعتبر شرعا. إذن العلم المعتبر شرعا هو العلم الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، والعلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل، هو العلم الباعث على العمل. إن كل علم لا يفيد عملا
ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. أكررها، إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. ما قيمة العلم إن تعلمناه دون أن نحوله في حياتنا إلى منهج حياة، إلى واقع؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبقى العلم المعتبر هو الذي يدفعك إلى العمل، والذي يورثك الخشية، هو الذي يورثك حب الطاعة، هو الذي يورثك بغض المعصية، هو الذي يورثك الأدب مع الناس ومع الآخرين، هو الذي يورثك الخلق والحلم. وإلا فكم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله. إن العالم وطالب العلم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، أي كما يسقط الماء على الحجر الأملس فيضيع. إن العالم وطالب العلم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. لو فتشتم الآن في واقع الأمة لرأيتم من المجلدات والأشرطة ما لم يكن البتة عند سلفنا الصالح أبدا، مع أن البون بيننا وبينهم شاسع والفارق بيننا وبينهم كبير، لأنهم حولوا هذا العلم الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. مشكلتنا أننا نحسن التنظير دون أن نحسن العمل. العلم كثير والتنظير كثير، لكن أين العمل؟ هذه أزمة الأمة، وهذا هو سبب ذلها وهوانها. فأنا أقول لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم أن نجح النبي صلى الله عليه وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي التربوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الصحب الكرام وحولوا هذا المنهج التربوي الإسلامي في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فتحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فما أحوجنا إلى العمل. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في نار جهنم، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقضية العمل قضية مهمة، وإن شاء الله تعالى سأواصل الحديث أيضا عن هذه القضية الخطيرة الجليلة، ألا وهي قضية العمل بالعلم. لكن أكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم، لأفسح المجال لأسئلتكم لمن كان عنده تساؤل أو استفسار،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا العلم الذي تكلمنا عنه يحتاج إلى فهم، فكيف نستطيع تحصيل هذا الفهم؟ هذه قضية من أجل القضايا أيضا، ولذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم يترجم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، ويصدر هذا الباب بالحديث الذي ذكرته آنفا وأنا أتحدث عن فضل العلم، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ بن حجر: أي يفهم. فنعمة الفهم نعمة عظيمة. قال الله جل وعلا: ففهمناها سليمان. فنعمة الفهم من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، والناس متفاوتون في نعمة الفهم تفاوتا عظيما. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما ليقول إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وقالوا: عجبا لأبي بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله جل وعلا. لكن أبا بكر رضي الله عنه فهم أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعض الصحابة: يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن فتح مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه. وقال الصحابة قولا قريبا من هذا. فالتفت عمر إلى ابن عباس رضي الله عنه وكان أصغر الصحابة في هذا المجلس العمري، فقال: ما تقول أنت ابن عباس؟ قال: والله أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: ما تقول؟ قال: أقول إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه أو نعى بها ربنا تبارك وتعالى لرسول الله أجله. انظروا إلى الفهم. قال عمر: والله لا أعرف منها أو لا أفهم منها إلا ما فهمت يا ابن عباس. قال ابن القيم: وهذا من أدق الفهم وألطفه. وجيء بامرأة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وقد وضعت ولدها لستة أشهر وأرادوا أن يقيموا عليها الحد، لولا أن من الله عليه بابن عباس وفي رواية بعلي وقال: يا أمير المؤمنين إني أجد في كتاب الله أن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر. قال: أين ذلك من كتاب الله وقد قرأته؟ قال: من قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا لو تدبرت الآيتين معا لوجدت أن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر. أعد إن شاء الله تعالى أن أواصل الحديث في قضية الفهم وقضية العمل، فما أحوجنا إلى مثل هذا الآن، وأكتفي بهذا القدر. والله أسأل أن يجمعنا بكم على خير، وصلى الله على نبينا محمد.